أهلا بكم، وتغطية خاصة لمتابعة آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية كالمعتاد، حيث كشفت وسائل أوكرانية في الإعلام الأوكراني عن قتلى ومصابين في قصف روسي على مدينة أوكرانية، حيث تم سماع صافرات الإنذار تنتشر في العاصمة الأوكرانية كييف، وقتل نحو 70 جنديا أوكرانيا في قصف روسي على مدينة أختيركا، كما أعلنت أوكرانيا عن أن قواتها بدأت تقتحم أيضا مدينة خيرسون. كشفت وسائل إعلام أوكرانية أيضا أن صافرة الإنذار انطلقت في العاصمة الأوكرانية كييف منذ قليل، ما يعني إمكانية التعرض لعمليات قصف أو اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع القوات الروسية. ووقعت معارك محتدمة على أكثر من جبهة في أوكرانيا، وخاصة في مدينة خاركيف بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث قال عمدة خاركيف أن روسيا مستمرة في قصف المدينة وتستهدف محطات الطاقة فيها. أيضا قالت وكالة الأنباء الأوكرانية أنه تم سماع انفجارات ضخمة وقعت في محيط مطار المدينة، وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن هناك اشتباكات متفرقة بالمناطق الشمالية من العاصمة الأوكرانية كييف. أيضا أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية إسقاط نحو 5 طائرات في محيط العاصمة كييف يوم الثلاثاء خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت رتلا للقوات المسلحة، فيما أكدت تقارير صحفية أن أكثر من 70 جنديا أوكرانيا قتلوا في قصف روسي على وحدة عسكرية في مدينة أختيركا. ومن ناحية أخرى، أفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية قد تكون مرابطة في المطارات البولندية. هذا وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية لليوم السادس على التوالي، مما جعل عددا كبيرا من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكراني أغلقوا أسلحتهم خلال ال 24 ساعة الماضية في إطار مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة التي تقوم بها حاليا. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الاثنين أن نحو 110 من الجنود الأوكرانيين قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال ال 24 ساعة الماضية، موضحا أنه منذ بدء العملية الخاصة قامت القوات المسلحة الروسية بإصابة 1146 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ومن بينها نحو 31 نقطة قيادة واتصال، و81 منظومة دفاع جوي صاروخي، بالإضافة إلى 75 محطة رادار. أيضا أوضح أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب نحو 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية. أشار إلى أنه تم تدمير 311 دبابة وسيارة مدرعة ونحو 42 طائرة مروحية، من بينها ما تم تدميره على الأرض، و51 راجمة صواريخ، و147 مدفعية ميدان، ونحو 263 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة. بينما طالب وزير الخارجية الأوكراني من الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من الأسلحة وفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد استمرار العمليات العسكرية على أوكرانيا. أيضا هناك بيان يقال فيه أنه ناقش أحد الأفراد الهام مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من الجانب الأوكراني، ناقشوا الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وأضاف هذا المسؤول: لقد أكدت أن أوكرانيا تتوق إلى السلام، لكن طالما أننا نتعرض لهجوم روسيا فنحن بحاجة إلى المزيد من العقوبات والأسلحة. في الوقت الذي قرر رئيس الوزراء الكندي إرسال أسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، قال رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي أن الحكومة الفيدرالية تخطط أيضا لحظر جميع واردات النفط الخام الروسي، وهي سلعة قال إنها أثرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والطبقة الثرية الروسية المحيطة. يعني كانت هذه المعلومات والبيانات الأهم يعني حتى الآن في الحرب الروسية على أوكرانيا. بنشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وابقوا دائما معنا للمزيد.